يا ابو عبد الله الحسين، انا كل سنه الوعام اسوي لك موكب والسنه ما عندي، وتعذرني يا مالا بدنا الفلوس. ويه توسل بالامام الحسين والنعم من ابو السجاد، هسه يجيب لنا واحد من اهل الخير ويتبرع لنا بفلوس ونفتح الموكب يا ابويا. وانا خايف الامام الحسين، والحسين ان شاء الله ما ينسى خدامه. ويا والنعم من الامام الحسين، انا راح البس عقاله واطلع برا. ربي يا محرم وما عندي وقت افتح الموكب. اخ والله حيره. يا ابا شبيك، شو اشوفك حار وسولف وين نفسك؟ والله يا ابني اجى محرم وانا عندي دوام ما اقدر افتح موكب الحسين. بابا حتى لو ما عندك وقت نفتح الموكب، ناخذ الفلوس مال الموكب ونعطيها لاي واحد عنده موكب. يلا ابني مشينا، اذا الفلوس نتبرع بيهن الموكب لامام الحسين. يلا مشينا. كمبر كمبر، شلون اخوي؟ اقول لك ما تعرف لك احد عنده موكب يريد يفتحه وما عنده فلوس. هلا اخوي، هذا الباب الابيض اللي يم الشجرات، هذول عندهم موكب. رحم الله والديك اخوي ممنون. منو منو؟ اخويا تفضل. لا تفضل اخويا، اخويا سألنا عليك قالوا عندك موكب تريد تفتحه وما عندك فلوس. اي والله يا اخويا، كل سنه احنا نخدم الحسين والسنه ما صارت عندنا فلوس وما قدرنا نفتح الموكب. عمو احنا جبنا لك فلوس ومن اليوم تفتح الموكب مالتكم. اخويا هاك هذا المليون، افتح الموكب مالتكم ومن حلال طيب. اريد الحسين يحفظك ويحفظ كل واحد خادم الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويه مو اقول لك الامام الحسين ما ينسى خدامه؟ اجانا واحد ابن حلال وتبرع للمليون وقال له فتح الموكب مالتكم. والنعم من ابو السجاد بويا، روح قدامي حضر الغراض بويا وافتح الموكب. بويا هسه راح اروح افتح الموكب وخدمه الحسين انتظرها يوم يوم يا بويا.